عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دكتور، بعثت لك أكثر من مرة وكأنه عندك ضغط رسائل، بس أرجو أنك ترد علي. أنا عندي ديسك في العمود الفقري، بعجين يعني ثقب بالفقرة الرابعة وبالفقرة الأولى، وعندي الرقبة على كلام الدكتور 3 فقرات بين تجفف، وأنا كنت أدير بكي أحس طاقة ودوخة ودوار، عاد هاي عندي دوار ابن وسطى. فياريت ترجع لي خبر انه هالتمارين هاي اللي قام يشوفها إليك، الله يوفقك ان شاء الله ويسهل عليك، والله قام تنفعنا، والله تنفعنا كل ما تقدمنا يا الله يجزيك الخير، انه تنفع بالحالة اللي عندي انا، انه بالفقرة الاولى وبالفقرة الرابعة انبعاج ويضرب على رجل اليمنى، والتجفف بالفقرات برقبتي قام يسبب لي دوار، ويعني ماني مرتاحة نهائيا. فأريد العلاج والرد، ويا ريت ترد علي، وأريد علاج للدوار الدهليجي دوار إذن وسطى، يا ريت ترد علينا يا دكتور. سلامتك سلامتك يا خالتي، العلاجات كلها موجودة على صفحتي على اليوتيوب، بتكتبي الدكتور محمود الصوص علاج الرقبة، علاج أسفل الظهر، عرق النساء، الزيوت، كلها موجودة على صفحتي على اليوتيوب. أكتر شيء حيساعدك هلأ الكمادات، المي السخنة على الظهر على الرقبة، بعد الكمادات لازم تعملي زيوت وتعملي مساج في هالزيوت، هاد خلط زيت السمسم، زيت الكافور، زيت الحب السوداء، زيت الزيتون، زيت جوز الهند، لازم تدهني مرة مرتين في اليوم على منطقة الرقبة منطقة والتمارين لابد منها عساس شوي شوي نعملها، اللي نزيد الليوني ونقوي ظهرنا ونحافظ على وضعياتنا أثناء اليوم. البسي مشط على ظهرك، تحركي شوية وشوي شوي الأمور حتتحسن. كمان حابب أوجه بس كلمتين عن موضوع التمارين، سواء لآلام الظهر أو لآلام مفصل الركبة أو للرقبة، التمارين تعمل شوي شوي بحذر، يعني بشكل تدريجي، بنعملها دائما وبنكررها من 5 مرات ل10 مرات. التمارين اللي بتزيد حدة الألم بشكل كبير وبتخلي الألم تنتشر على الإيدين وعلى الرجلين، هذه ما بدنا إياها وبنوقفها. التمارين اللي بنعملها وبنشعر شوية تعب، شوية شد في إجرينا في ظهرنا، بس هذا التعب بعد يوم يومين بروح، هذه التمارين اللي بدنا إياها. يوم بعد يوم مع عمل التمارين اللزوجة تاعت المفاصل بتزيد، السائل المفصلي اللي داخل المفصل وبعطي المفصل ليوني أكتر بزيد، قوة العضلات بخلال 3 أسابيع بتزيد لحد 30-40% إذا عملنا التمارين هذه بشكل متواصل. الدورة الدموية وتنشيط عضلات القلب كله بيكون في تحسن، وبتخف أعراض الآلام هذه وأعراض التعب. التعب هو مجرد وضع طبيعي بعد ما نعمل التمارين، فإذا عملنا الكمادات الساخنة وعملنا المساج ووضعنا الزيوت وعملنا التمارين التنفسية، فإحنا بنكون بالسليم وبنرتاح وبنريح حالنا، بس لازم نعمل